يا مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامج في النور. النهاردة حلقة ختام الأسبوع، حلقة مختلفة جدا واستثنائية جدا. لكن قبل ما أتكلم في تفاصيل حلقة النهاردة ليه هي مختلفة، خلوني أرحب بشنودة. مساء الخير يا شنودة. ازيك في حلقة نهاية الأسبوع اللي بنستناها من أسبوع لأسبوع، وأكيد زي ما أنت قلتي بتبقى مختلفة تسنائية ومتميزة. برحب بيك طبعا وبرحب يعني بكل مشاهدينا الكرام. وعندنا أكتر من خبر مفرح. أولا سي تي في رجعت مرة تاني للسوشيال ميديا والفيسبوك، وكم الأسئلة اللي كانت بتتوجه لينا خلال الفترة اللي فاتت على صفحة القناة. النهاردة بنقول لكم تقدروا تدخلوا على فيسبوك، تكتبوا وتعملوا سيرش على سي تي في إيجيبت، هتلاقوا الصفحة الرسمية الوحيدة لقناة سي تي في. كمان هتلاقوا الكيو ار كود بيظهر قدامكم على شاشة، لو عايز بس تفتح الكاميرا وتعمل سكان لهذا الكيو ار بكل سهولة يطلع لك كده لينك تدوس عليه، تقدر من خلاله تدخل على الصفحة الخاصة بالقناة. إذن هي صفحة وحيدة، إذن سي تي في موجودة معاكم على كل المنصات الآن، فيسبوك، إنستغرام، تويتر، يوتيوب، كل المنصات سي تي في موجودة علشان نتواصل طبعا مع حضراتكم، ومحتوى القناة يصل للجميع من خلال هذه الصفحات. يعني إحنا طبعا عارفين قد إيه الناس كانت مستنية هذه الصفحة. بصراحة يعني وجود صفحة الفيسبوك الرئيسية والأساسية والوحيدة للقناة حاجة أساسية، لأن طبعا هي بتكمل بقية الشغل بتاعنا وبتوضح لكم وبتوصل لحضراتكم زي ما قالت يوستينا كل حاجة تخص القناة وكل البرامج بتاعت القناة، وملناش علاقة بأي صفحات أخرى. طيب بما أننا قلنا النهاردة هي حلقة مختلفة واستثنائية، خلينا أقول لحضراتكم ليه حلقتنا النهاردة من برنامج في النور مختلفة. احنا يعني فريق عمل برنامج في النور حريصين نكون بننقل لحضراتكم مختلف الفعاليات المهمة والأحداث المهمة، ونكون متواجدين معاكم في كل مكان. فاحنا علشان كده في هذا الأسبوع كان في انطلاق لفعالية مهمة جدا، وهو ملتقى لوجوس للشباب. وبما أننا ما ينفعش نغيب عن متابعة أخبارنا وكل الكلام، فأنا كنت موجودة معاكم في الاستوديو، لكن شنودة كان يعني الجندي اللي يعني قام بهذا الدور الكبير الحقيقة، وغطى لنا ملتقى لوجوس. واحنا عارفين قد ايه لوجوس فعلا يعني ملتقى مهم جدا، وفكرته من البداية كانت ان احنا ازاي نربط الشباب المصري سواء في الداخل او في الخارج بالبلد وبالخدمة وكل هذا الكلام. تمام، خليني اخد من كلمة يوستينا، فعلا احنا قسمنا نفسينا، حتى التيم بتاع البرنامج قسمنا نفسينا، في ناس راحت جات معايا ورحنا صورنا ورجعوا تاني عشان يطلعوا مع يوستينا هوا، فكل الشكر لزمايلنا اللي قدرنا نعمل الكلام ده كله عشان ما نقطعش على الشغل بتاعنا ونبقى مركزين معاكم. خلوني ارجع بقى للحاجة الأساسية اللي بنأكد عليها، إن قداسة البابا في المؤتمر ده كان ليه كلام كتير جدا ومهم، والمؤتمر ده كان حلم عند قداسة البابا يوستينا. صحيح، هو من 2018 انطلقت شعلة ملتقى لوجوس، وكان فعلا يعني انطلاقة مهمة وفي توقيت مهم. لما نتكلم على الشباب احنا بنتكلم على قطاع كبير ولا يستهان به من أي دولة، وخاصة مصر، احنا دولة شابة عندنا نسبة الشباب تقريبا تتخطى 20% من يعني سكان مصر، فده عدد مش قليل أبدا. ولما نتكلم على الشباب نتكلم على ان هم قاطرة المستقبل، وفي ظل التحديات الكتيرة قوي اللي موجودة دلوقتي ممكن اي حاجة تستقطبهم في اتجاه يعني حقيقة هيكون لا يحمد عقباه ابدا، في اتجاهات عدة الحقيقة. يعني لو الشباب دول الطاقات دي لو لم يتم استغلالها بشكل صح هنلاقي النتيجة صعبة جدا. فإذا احنا شايفين اهتمام من الدولة ومن الكنيسة بالشباب، مش بس اللي موجودين في مصر لكن أيضا اللي موجودين في الخارج، فشفنا نسخ المؤتمرات دي، نسخ منها للشباب المصري ونسخ لشباب الخارج المهجر. فعلا قداسة البابا كان مركز زي ما قالت يوستينا عشان الاتجاهات والتحديات بنقابلها من بره ومن جوه، انه يجتمع مع الشباب اللي جوه مصر ويجتمع مع الشباب اللي بره مصر، سنه من هنا وسنه من هنا. يمكن سيدنا قال لنا في سياق الحوار ان السنه الوحيده اللي هي وقفت فيها طبعا كان العالم كله واقف فيها اللي هي سنه الكورونا، وابتدت تدريجيا ترجع مره ثانيه الملتقيات دي باحداثها بايفنتاتها ببعدها الوطني وبعدها الكنسي. طيب هذه السنة النسخة كانت النسخة الثالثة لملتقى لوجوس لشباب المهجر أو للشباب المصريين في الخارج، وكمان طبيعة هذه النسخة مختلفة تماما. يمكن قبل كده كان الملتقى بيبقى فيه ندوات ولقاءات و
بتتزرع فيهم كده البذرة. السنة دي كان بقى مختلف علشان كانت سنة الخدمة، فالسنة دي الشباب كانوا جايين مصر مخصوص علشان يبدأوا يخدموا ويكونوا متواجدين في مختلف الأماكن في مصر، ويتواصلوا بقى وينفذوا كل التعليم اللي اتزرعت فيهم على مدار الفترة اللي فاتت. فالسنة دي النسخة كانت بعنوان GPS. كلنا لما بنكون تايهين أو عايزين نوصل لمكان، أول حاجة بنعملها بندخل نكتب العنوان أو نكتب اسم المكان على GPS عشان نعرف الطريق. فده كان عنوان نسخة السنة دي من لوجوس. ولو هنقول كده يختصار إيه برضو يعني في إطار هذا الملتقى، جي يعني جد لو ربنا، بي prayer صلاة، وأس سيرفيس خدمة. فجي بي أس كان عنوان هذه النسخة من جي بي اس. ولو رجعنا لورا كان البداية يوستينا العودة إلى الجذور. ابتدى قداسة البابا المؤتمرات دي بالعودة للجذور لربط الشباب بوطنهم، وفعلا زي ما وضحت يوستينا لحد ما وصلنا لجي بي اس. وفي اللقاء هنشوف قداسة البابا بيقول لنا إن اختيار جي بي اس ده زي ما قالت يوستينا كان اختيار دقيق. ظاهريا هو بيتفق مع اللي احنا عايشينه كله بجهاز الجي بي اس اللي بيوصلنا لطريقنا، وربطت الكنيسة أو الملتقى أو القائمين عليه بالتنسيق مع قداسة البابا بينه وبين الأهداف بتاعة الملتقى الأساسية اللي عايزين يوصلها الشباب. 5 سنين كان فيها إنجازات لهذا الملتقى بره وجوه. وخلينا نفسي نأكد على حاجة كمان، إن قداسة البابا كان حابب يأكد إن هو ملتقى أكتر من فكرة مؤتمر. كلمة ملتقى بتجب، كلمة ملتقى بتجمع، مؤتمر حلوة وكل حاجة، بس الملتقى فيها معاني حلوة أكتر يعني. ومن أهم اللقاءات اللي دايما مش بس الشباب هما اللي بيستنوها، إحنا كمان الحقيقة بنبقى سعداء جدا وإحنا شايفينها، إن قداسة البابا بيكون حاضر لهذا الملتقى، بيكون بيتواصل مع الشباب. وإحنا شايفين دايما الحقيقة البابا عنده أولوية الحضور في مثل هذه الفعاليات، مش بس ملتقى لوجوس. لما شفنا شباب أوروبا البابا سافر أيضا وكان حريص يكون متواجد وسط الشباب في أوروبا، فأي حاجة فيها الشباب البابا حريص إن هو يتواصل معهم بشكل شخصي، ويكون في مساحة للأسئلة وللإجابة، وإن هم يعني يسمعوا أب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية معاهم وبيجاوب على أسئلته. أنا برضو عايز أكد في حاجة أخيرة يا يوستينا، إن إحنا ده انفراد حصري لينا على مستوى الميديا، إن إحنا عرفنا نعمل اللقاء ده مع قداسة البابا رغم مشغولياته ووقته، بمجهود أبطال قناة سي تي في اللي قسموا نفسهم مرة تانية بين الهوا هنا وبين اسكندرية في يوم كان فيه تحدي جامد، عشان نقدر معاكو نطلع معاكو هوا من هنا ونقدر نطلع اللقاء من اسكندرية. كان ضغط شغل علينا بس كان الحدث يستحق. وطبعا قداسة البابا أبونا ورعينا، كنا عايزين نقول له كمان كل سنة وقداستك طيب عشان عيد رهبنتك، ودايما يا سيدنا ربنا يديك الصحة والعافية وإلى منتهى العافية. طبعا بنقول لقداسة البابا كل سنة وقداستك طيب، والشباب كمان ما فوتش هذه الفرصة واحتفلوا بيه أيضا في إطار ملتقى لوجوس، وعملوا له تورتة كده على شكل 35 سنة، فكان برضو أجواء جميلة جدا. هل ممكن تقول لنا أي تسريبات كده من اللقاء ولا مش هينفع؟ بصي، هو اللقاء يعني في شوية، أولا بيورينا أول حاجة يوستينا فكر سيدنا في بداية هذه الملتقيات، هو ليه كانت حلم بالنسبة له من أول ما اختارته العناية الإلهية أن هو يقعد على كرسي مرموس أو يجلس على كرسي مريمورقس. كانت العناية الإلهية اختيار السماء لسيدنا، سيدنا حلم بده. يمكن أول ما جه وقت أن يبقى فيه متاح أن هو ينفذه، وسيدنا منظم جدا إداريا ابتدى ينفذه وبالتدريج. وزي ما قالت يوستينا في شوية حصريات هتسمعوا كده شوية تفصيلات من سيدنا حلوة، وانا مش عايز احرق بقى اللقاء يعني. إيه كان نفسي تقول لنا اي تسريبات، بس واضح انك يعني حريص الموضوع يكون حصري للمشاهدين كمان. وانا قايل لك انت، بس انا عايزهم هم يتفاجئوا. طيب خلينا ناكد برضو ان ده اول ظهور لقداسه البابا، واول لقاء ليه بعد عودته من الوعكه الصحيه اللي كانت الناس افتقدت قداسته يعني في هذه الفتره بشكل كبير. فاحنا يعني بصدد لقاء مهم ومنتظر، وايضا في اطار ملتقى لوجوس اللي ايضا يعني زي ما اكدنا وبناكد مره ثانيه من أهم الفعاليات اللي بتقيمها الكنيسة. خلينا منطولش على حضراتكم أكتر من كده، ونخرج نشوف لقائنا مع قداسة البابا توادروس الثاني في إطار ملتقى لوجوس، ونرجع نستكمل مرة تاني. أحد الأحلام التي كنت أحلم بها منذ أن وضع الله علينا هذه المسؤولية هو أن يتم تجميع أولادنا وبناتنا من داخل مصر وخارجها في هذه الملتقيات. بهذه الكلمات الرائعة بدأ قداسة البابا توادروس افتتاح ملتقيات الشباب، وتحديدا في 25 أغسطس 2018، ومن 25 أغسطس 2018 ليوليا أو 1 أغسطس 2023 جي بي اس
خمس سنوات على مؤتمرات الشباب. بيشرفنا ان احنا النهارده نكون في ضيافه ابينا المعظم قداسه البابا تادوس الثاني، بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه، نعرف منه اكتر عن مؤتمرات الشباب. اهلا بيك سيد. اهلا وسهلا بيكم، احنا منورين. ونشكر سيدنا قداستك على وقتك، واحنا عارفين الوقت كان ضيق، فمرسي جدا يا سيدنا. اهلا بيكم. احنا حابين في البدايه سيدنا نطمن المشاهدين على صحه قداستك بعد التجربه. نشكر ربنا بخير، الدنيا مستقره وكويسه الحمد لله. تمام الحمد لله. وبنهني قداستك بالعيد ال 35 للرهبنه والى منتهى الاعوام. شكرا. وربنا يسند قداستك ويقويك سيد. صلواتكم صلوات القديسين. سيدنا لو حبينا نتكلم من العوده الى الجذور 2018 الى جي بي اس 2023، اختيار العودة للجذور في البداية واختيار جي بي اس ومراحل تطور منطقة الشام. هي فكرة بتجيب فكرة، يعني مفكرناش كل الأفكار مرة واحدة الحقيقة، لكن لقاء 2018 ده خد استعداد كتير قوي، وإنجاز ليا يعني التعبير على أن الإعداد ده خد سنوات كتيرة، لأن السنوات دي يعني تم فيها إنشاء المكان اللي ممكن نستضيف فيه الشباب. تمام. الأعداد الشباب يعني هنجيبهم نقعدهم فيه. تمام. ودرسنا الاحتياجات اللي ممكن تبقى مطلوبة لأثناء وجود الشباب. تمام. وسنة 18 من سنة 17 من نوفمبر 17 ابتدينا الإعداد الفعلي والتواصل مع الإبرشيات من خلال أباء المطرنة والأسعف، والحقيقة كنا كل حاجة عاملين حسابها، كل خطوة صغيرة وكبيرة. تمام. يعني لا تتخيل حضرتك، كنا بنهتم مثلا بأعداد دورات المية اللي في المكان اللي هنزوره ودرجتها إيه. مثلا المكان اللي هنزوره ده هياخد من الدير لغاية هناك وقت قد إيه، هنقضي فيه وقت قد إيه، ونجرب. الحقيقة عملنا، والحقيقة مجموعة عمل ممتازة رتبت الأمور بدقة بالغة. فكان اجتماع 18 أو الملتقى 18 ملتقى ناجح جدا للشباب من كنايسنا بر، كانوا حوالي 200 شاب وشاب. كان المفروض هنعمل سنة 20 بس توقفت عشان كورونا. طبعا. 21 عملناه للشباب المصري داخل مصر، داخل مصر. تمام. 22 عملناه مرة تانية للشباب من خارج مصر. تمام. مرة تانية اللي هي السنة اللي فاتت كان برنامج حلو وجميل وزي بتاع 18 ويمكن أقوى، لكن اهتمينا فيه بأنهم نكون مجموعة جديدة غير المجموعة اللي فاتت. يعني بقى في عيلة بتاعة 18 وعيلة بتاعة 22. تمام. وفي 22 شارك 30 دولة 30. ودي حاجة كويسة طبعاً. جدا طبعاً. منها مناطق أول مرة يشارك منها أقباط، يعني مثلا الفلبين لأول مرة، جزر فيجي. احنا لينا كنايس يا سيدي، لينا كنايس هناك. أيوة. شارك ويانا. البرازيل شارك ويانا شاب، الفلبين شاركت شابة، جزر فيجي شاركت شابة بنت أبونا هناك، أبونا فيجيان يعني من جنس هناك جنسيته. تمام. والبرازيل شارك شاب، كمان الدنمارك. تمام. الدنمارك صح لنا فيها كنيسة قبطية بس كنيسة محدودة صغيرة. أنا أقصد يعني كان في تجمع كويس خالص وكان برنامج ناجح. الأولاد بتوع سنة 18، ومتأسف أقول كلمة الأولاد المقصود بها عن الشباب والشابات، أولادك سيد. اخترعوا فكرة. قالوا طب ما نيجي الأسبوع السنة الجاية اللي هي سنة 19 نعمل خدمة. من هنا نشأت فكرة جديدة اسمها أسبوع الخدمة، وده كان نجاح للملتقى إن هما يعني يرتبطوا بالضبط. تمام. فبقى في أسبوع لهم والسنة اللي وراها أسبوع للخدمة هم يقوموا بيها. تمام. تطبيق عملي. 22 عملوا كده. تمام. مجموعة بتاع 22 عشان كده هم موجودين النهاردة. سهل. 23 ومختارين عنوان جي بي اس. جي بي اس، ما انا عايز اقف مع قداستك عند كلمة جي بي اس انها فعلا جديدة. جي بي اس ده جهاز بيحدد المسافات والبلاد ومخلكش تتوه في الطريق. تمام. فخدنا الثلاث حروف دول وقسمناهم على ثلاث كلمات. تمام. جي جد الله، لازم ابني علاقة قوية مع الله. بي اللي هي برير صلاة،
العلاقة القوية دي ما تتبناش غير بالصلاة والصلوات القوية والمستمرة بكل أشكالها بقى، الفردية والجماعية والكنسية. والإس اللي في الآخر سيرفيس، اللي هي الخدمة. فإذا أنا بنيت علاقة قوية مع الله وعشت في حياة الصلاة، هقدر أخدم الناس كويس. يعني إحنا خدنا الاسم اللي هو ووظفناه بحروفه لحاجات طبعا حلوة جدا. لهم معاني تانية. فكرة كرياتيف جدا، مبتكرة جدا، فكرة كويسة خالص. وعلى هذا الأساس ابتدوا حطوا برنامج الخدمة. هنخدم مثلا ملجأ، هنخدم مدرسة، مدرسة السودانيين. هنخدم بعض بيوت المعاقين. هنخدم أطفال. حطوا بقى أسبوع الخدمة كله. تمام. خلينا سيدنا يعني أقف مع قداستك عند فكرة الحلم اللي كنت قداستك بتحلم بيه لتجميع الشباب. وأنا عارف أن خدمة قداستك من أيام الأسقفية كانت مركزة في الشباب ومدرسة الأحد والطفولة. الحلم ده بدأ يعني، كانت يعني بداياته كانت إيه، أو كان تصور قداستك للحلم ده؟ الكنيسة كبرت. كبرت قوي، سواء جوه مصر أو برا مصر. تمام. احنا متواجدين دلوقتي في 100 دولة في العالم. تمام. وعندنا حوالي 600 كنيسة ودير خارج مصر. وعندنا حوالي 600 كاهن وراهب وراهبة. وعندنا خارج مصر 39 أب أسقف ومطران. فده اتساع كبير جدا. طبعا. إذا ما فكرناش نعمل بعض الأنشطة اللي تجمع كل واحد بقى يعيش لوحده وتتفك السبحة مع الضغوط والتغيرات، حاجات كتير. فإحنا الهدف من الاجتماعات دهيت أو الملتقيات دهيت عملية السبحة. السبحة خيط رفيع لكن بيربط كل الحبايات. يعني مثلا من الحاجات الجميلة، الأولاد بتوع سنة 22 راحوا أسيوط. إحنا كنا قبل كده بنستخدم القطارات أو العربيات، المرة دي استخدمنا طيارة. فركبوا طيارة، كانوا 173 شاب وشابة. الساعة والساعة ونص بتاعت السفر عملوا فيها التسبح وهم في الطيارة، وعملوها بلغتهم. يعني ألماني ألماني وإيطالي إيطالي وإنجليزي إنجليزي وعربي عربي. فده وحدني ما ينسوش طبعا الزيارة، مربوطين بالفكر القبطي الأرثوذكسي ولكن باللغة اللي هم عايشين بيه. بالضبط. وعلى هذا الأساس بنفكر إن دايما أنشطتنا فيها عملية إزاي نجمع. نجمع، ودي حاجة مهمة جدا في إدارة الكنيسة. تمام. خلينا سيدنا طبعا ربنا يبارك في الخدمة دي وتثمر وتكسر وتتطور أكتر وأكتر. وقداستك على فكرة التجميع في الكنيسة أكتر، قداستك كنت في واخد منهجية كده بتاعة التجميع أو بتاعة تجميع الأسرة في اجتماعات الأربع، وبرضو بنهني قداستك بعودة اجتماعات الأربع. هل قداستك في الاجتماعات الجاية احنا ماشيين بنفس المنهجية التركيز على الأسرة، ولا هتبقى في حاجة موازية معاها، ولا هتبقى في حاجة جديدة؟ اجتماع الأربع هو أساسا اجتماع مش للحضور، هو للبيوت. للبيوت، صح. يعني احنا في زمن النهاردة مش هنزل من البيت واروح واقعد واركب مواصلات لا، احنا في البيت. وسائل التواصل كتيرة، قنوات التلفزيون موجودة، ان انا حتى لو ما اشوفش الاجتماع دلوقتي اشوفه بعد شوية في بث مباشر. فالحاجات دي كلها بتخلي ان لازم المفهوم بتاع الاجتماع ياخد منحى الأسرة اكتر. لان مخاطب أسر. تمام. تمام. صح. دي نقطة. النقطة الثانية، احنا محتاجين في مجتمعاتنا ان احنا نبني أسرة قوية. تمام. ولازم نتكلم على الأسرة باستمرار للأطفال وللشباب والبابا وماما وللكبار وللجدود. عملية مستمرة. صح. صح. دي نقطة. النقطة الثالثة، ان العالم النهاردة افسد المفهوم الحقيقي للأسرة. للأسف. الأسرة اللي هو وهي ويرتبطوا في المسيح ويبقى البيت وربنا يبارك ارتباطهم بأبناء ولاد وبنات ويكبروا ويربوهم في خوف ربنا، والكنيسة تقول نعمتهم من بدري عشان يعيشوا في طريق ربنا لوقت حياتهم كلهم. العالم أفسد شكل الأسرة، ودينا بنسمع اللي بيحصل في دول الغرب في أماكن كتيرة، إزاي أثروا على الأسرة وغيروا المفاهيم بتاعة الأسرة. سنة 1994، يعني من حوالي 30 سنة، انعقد مؤتمر الأسرة السكان العالمي هنا في مصر. اللي كان في مصر. طبعا. ومن ضمن حيثيات المؤتمر اتكتب فيها عبارة All Forms of Family،
كل أشكال الأسرة. فالعبارة دي مطاطة. استوقفت الكنيسة القبطية وكان ساعتها نيافة أنبس رابيوم أسقف الخدمات، لأن هو كان اللي بيمثل الكنيسة في المؤتمر. يعني إيه كل أشكال الأسرة؟ أسرة شكل واحد، شكل واحد، هو وهي وبس، خلقوا ربنا. يعني بيقولوا من ضمن النكت، هو ربنا خلق آدم وإيف، إيف اللي هي حواء. لو كان ربنا عايز يخلق شكل تاني كان عمل آدم وستيف، مش كده؟ صح، الوضع الطبيعي. لكن ما حصلش. تمام، وهكذا. فبقى في دور مهم علينا كلنا إن احنا نركز المفاهيم الحقيقية من أجل بناء أسرة قوية. تمام، ومتهيألي قداستك سيدنا بتتفق إن أي تغيير بيحصل أو تطور داخل أي مجتمع، البداية من البيت والتركيز من البيت والمتابعة من البيت. طبعا. الأسرة، الكنيسة، المدرسة، وسائل الإعلام كتيرة النهاردة، والمتأسف الأصدقاء، ثم وسائل الإعلام. تمام. يعني الإعلام هي نمرة 5. ده الترتيب الصح في التربية. البيت، المؤسسة الدينية، كنيسة، مؤسسة تعليمية، مدرسة، المؤسسة الاجتماعية، الأصدقاء، ثم الإعلام. النهاردة العملية معكوسة، الإعلام هو اللي بياخد الحجم الأول، وبعد كده كده كده، وأخيرا الأسرة دورها ضعيف قوي، وما أقدرش أرمي حد على حد، كل حد ليه دوره، والأسرة هي المرجعية في الأول والآخر. سيدنا طبعا. تمام تمام. سيدنا احنا بنشكر قداستك على وقتك، وبنعتذر لقداستك مرة تانية ان احنا خدنا الوقت ده في وسط ازدحام المواعيد، وبنتمنى ان الملتقيات بتاعت الشباب سواء جوه مصر تتطور وتزدهر برعاية قداستك. بنهني قداستك مرة تانية على انتوا تقابلوا شباب؟ احنا قابلنا الشباب. قابلت شباب؟ قابلنا شباب، وقابلنا خدام، ومن امريكا ومن اوروبا ومن كذا دولة اوروبية ومن دول عربية. وقابلت اباء كهنة، وقابلنا ابونا جوشوا اللي هو المسؤول. بالمناسبة احنا كل جروب بنختار له مجلس ادارة. كل جروب بناء على ايه سيد؟ يعني بتاع سنة 18 له مجلس ادارة. تمام تمام. ابونا جوزيف ده كاهن في نيويورك، هو واخترنا من كل قارة ولد وبنت، فبقوا في مجلس إدارة من 10 أفراد. وأبونا جوزيف هو، هم بقى اللي يعملوا النشاطات، هم بقى اللي بيديروا العملية كلها. يعني خلاص احنا ما لناش دخل. فمثلا يقولوا احنا هنعمل رحلة هنروح نزور فيها هولندا، مين يحب بتواصلوا يا بعض. مثلا فلان هيتجوز فلانة، مين هيحب يحضر، هم ارتبطوا كمان مع بعض. وبعدين من الحاجات الجميلة ان في ارتباطات تمت من خلال الاجتماعات دي. حلو جدا. حلو جدا. يعني الولد من مصر، البنت من استراليا، الولد من استراليا، البنت من فرنسا، وهكذا يعني. تمام. فطبعا كان ده يعني حاجة جانبية، لكن خلتهم قريبين لبعض قوي. تمام. في كل مجموعة كده. تمام. بيحصل. احنا السنة الجاية وعليكم خير اللي هي 24 هيبقى مجموعة الشباب المصري كلهم من داخل مصر. من داخل مصر. تمام. يعني خلينا سيدنا نقول في النهاية مع قداستك ان الحلم اللي كان قداستك بتحلم بيه بيتحقق جزء كبير منه وبمجهود الشباب. هو الحقيقة بيتحقق ونشكر ربنا وحلو خالص، بس العدد قليل. يعني لما اجي برشية كبيرة واقول له انا عايز 6 اولاد وبنات منك، يقول لي قدرت ان في برشية مرضتش تشارك. قال لي ازاي اختار 6 من الشباب اللي عندي؟ نفسه عدد كبير. فاحنا نفسنا نعمل عدد كبير. تمام. لكن بتحكمنا الامكانيات. طبعا امكانيات وظروف. نتمنى ان ربنا يساعدنا يا رب، ويبقى في امكانيات اكتر ويبقى في شباب اكتر وربنا يساعدنا. ميرسي يا سيدنا ببركه قداستك ورعايه قداستك، ودايما كنيستنا مزدهره بقداستك. ميرسي جدا. شكرا ليك. شكرا ليك سيدنا. اهلا بيكم. اهلا بيك سيدنا. مشاهدينا ده كان لقائنا ولقاء خاص لبرنامج في النور مع قداسه البابا على هامش ملتقى الشباب العالمي 2023 GBS. شكرا لحضراتكم.